اهلا بيك في حلقه جديده مع اتعلم مع العسال. وفي الحلقه دي هنتكلم على معادله قويه جدا ومهمه جدا، والمعادله دي هتفيدك في حياتك بشكل كبير قوي وهتسهل عليك عمليات كتير. لو بالنسبه لك معادلات تانية هي ممكن تكون صعبه زي الاكس لوكاب او الحاجات دي، المعادله دي هتقدر تسهل لك شغلك بشكل حلو قوي 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 قوي. ومعادله بسيطه ما فيهاش اي قصه، ما فيهاش اي حوارات، بس صدقني هتنفعك جدا. يلا بينا نتفرج على معادله الفلتر، ازاي هنستخدمها صح في الاكسل، وازاي نعرف نطلع بيها بيانات هتساعدنا قوي بشكل كبير. وقبل ما نخش في الموضوع حابب اقول لك ان انت تقدر تشترك دلوقتي في كورس الاكسل على اليوتيوب في باقات اللي موجوده تحت. لما تدوس على زرار جوين انزل اتفرج عليه، هتلاقي فيه 60 فيديو ممنهجين لكورس اكسل متكامل هيساعدك بشكل كبير قوي. يلا بينا دلوقتي نتفرج هنستخدم معادله فلتر ازاي. دلوقتي يا سيدي انت عندك ايه؟ عندك كل الداتا سيت الكبيره العريضه دي، عندك بيانات كتير قوي، وانت عايز تستخرج من البيانات دي شغل بيكون بطريقه ذكيه ولطيفه وتوفر بيه وقت جامد جدا. فتعال نشوف المعادله اللطيفه الجميله اللي عندنا، هي معادله فلتر. ممكن تستخدم ازاي؟ انت ممكن تيجي هنا كده وتروح عامل فلتر وتحط فلتر زي ما انت عايز واشتغل زي ما انت عايز، بس المعادله ليها تطبيقات هتفيدك بشكل مختلف شويه عن الكلام اللي هنا ده. فتعال نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. فلنفترض دلوقتي ان انا هفتح شيت تاني هنا كده، وهقول ان انا عايز في الشيت دوت هروح جايب كده الحاجات بتاعتي دي كده كلها، العناوين دي كده كلها هنا، وهروح حاططها عندي فوق هنا. تعال نحطها فوق، يعني احطها فوق هنا كده، او بلاش فوق هنا، تعال ننزل تحت شويه كده ونحطها هنا. واحنا عايزين ان احنا نعمل فلتر ان احنا مثلا شايف السيجمنت دي او الناس اللي احنا بنبيع لهم. لاحظ ان انت عندك هنا ايه، في عندك هنا سمول بزنسز يعني شركات صغيره، جفرمنت حكومه وهكذا وكلام من ده. تعال اكبر لك شويه كده عشان تشوف معايا برضو الدنيا ماشيه ازاي. فاحنا مثلا عايزين نعمل فلاتر تظبط لنا الدنيا دي بشكل مختلف. فلما نروح هنا كده ونيجي نكتب المعادله بتاعه فلتر، هتلاقي المعادله دي بتاخد ايه؟ بتاخد ثلاث حاجات. حاجه اسمها اري، وزي ما احنا قلنا كتير قبل كده الاري دوت اللي هو بيبقى عباره عن مجموعه بيانات او رينج، مجموعه بيانات مع بعض اسمها اري. فاي معادله بتاخد اري او تقول لك اري معناها ان هي عايزه مجموعه من البيانات. وانكلود دي هنشوف انكلود دي بنستخدمها ازاي وهنشوف الكلام ده بنستخدمه ازاي. تعالى اول حاجه نروح ناخد الاري بتاعتنا. الاري بتاعتنا او المصفوفه بتاعتنا بتاعت البيانات هتكون ايه؟ هتكون البيانات بتاعتنا هنا اللي انت شايفها دي من اول الحته دي، وهندوس كنترول شيفت يمين عشان نجيب اخر البيانات من ناحيه اليمين، وكنترول شيفت تحت عشان نجيب البيانات كلها. فاحنا كده يا سيدي جبنا ايه؟ جبنا الحته بتاعت الاري، جبنا الاري بتاعتنا يعني. لاحظ ان اللي هي في شيت 1 من A2 لكيو 701. طيب هيقول لك بعد كده تنكلود. يعني ايه تنكلود؟ يعني انت لما هتبقى عايز تعمل الفلتر على المصفوفه دي عايز تعمله بناء على ايه؟ فاحنا في الحاله بتاعتنا ممكن نختار اي عمود من العواميد دي، سواء بقى السيجمنت، الكونتري، البرودكت، المنتج او الدوله او اي حاجه من الحاجات دي. وتعالى نختار البيانات اللي جوه عمود منهم كده، وهندوس برده كنترول شيفت لحد تحت، وكده عملنا سيلكشن على كل البيانات بتاعتنا. وهنروح قايلين له والله بص حضرتك ايه شويه البيانات اللي انا اديتها لك دي، انا عايزك تجيب لي منها الحاجات اللي بتساوي مثلا جفرمنت. بس عشان نكتب كلمه جفرمنت دي هنفتح كوتيشن مارك كده طالما بنكتب نص، وهنروح كاتبين ايه جفرمنت. خلي بالك ان انت ما تغلطش في السبيلنج عشان خاطر الداتا تتقري صح. وبعد كده هيقول لي اف امتي، يعني في حاله ان هو دخل لقى الحاجه هنا فاضيه او امتي يحط مكانها ايه. فممكن نروح كاتبين برده نص تاني نقول له مثلا ايه لا يوجد مثلا، او لا يوجد بيانات، او تكتب صفر اللي انت عايزه بقى براحتك يعني. ونروح قافلين المعادله كده بتاعتنا اللطيفه الجميله ونروح دايسين انتر. هوبا بص بقى رحت الناحيه الثانيه لقيت ايه؟ لقيت كده راح جاب لك كل السيجمنتس زي ما انت شايف قدامك كده، كل السيجمنتس اللي هي ايه او كل الشرايح اللي انت بتاعت الحكومه. لاحظ جاب لك الحكومه كلها ايه. فطبعا واحد هيجي يقول لي ايه طب استنى يعني احنا ايه هو انا كده يعني عملت ايه يعني انا كل شويه ما انا كنت عملت فلتر وحطيت الكلام ده. هقول لك لا يا ريس، احنا ممكن نعمل بقى تطبيق جامد جدا للقصه دي، ممكن نعمل حركه صايعه جدا. فتعالى نكتب هنا كده مثلا سيجمنت، يعني حط كده كلمه ايه كلمه سيجمنت. وتعالى نروح عاملين ايه يا معلم؟ هقول لك نروح عاملين ايه. احنا هنا عندنا في الفلتر بتاعنا لما تيجي تبص كده نطلع لحد فوق كنترول اب، وتيجي هنا كده هتلاقي ان انت عندك كام سيجمنت، هما اللي ايه 1 2 3 4 5 6، السته دول. في معادله ممكن نستخدمها عشان نجيب السته دول، نروح نفتح كده شيت تاني ونسميه داتابيز او قاعده بيانات، وتعالى نحطه كده على الجنب
هنا كده زي الشطار، ونروح نعمل ايه، ونروح رايحين هنا كده وعاملين معادلة اسمها يونيك، ونروح قايلين له ايه يا باشا، احنا عايزين كل البيانات الايه الغير تكرارية اللي موجودة هنا، ونقول له باي كولم، نقول له اه ريتيرن يونيك روز، يعني عايز السطور الغير تكرارية. المعادلة دي لو انت مش لاقيها عندك فيعني ايه ما تستخدمهاش بقى، يعني ممكن تكتبهم مانيوال يعني. وقول له هات لي كل الديستنكت ايتم، الحاجات اللي هي ايه، عايز كل حاجه بدون التكرار بتاعها، يعني بتختار البيانات وبعد كده فولس وفولس. انا مش عارف انا اخترت اصلا الاي 2، اه مظبوط احنا كده. واروح اقفل المعادله ودايس انتر، فجاب لك هنا ايه الكلام ده، وتروح معلم على الكلام ده في المعادله، وتدوس كنترول سي مع كنترول، وتدوس كنترول في تاني، وتقول له حطهم لي كقيم فاليوز عشان خاطر تبقى عندك القيم كده زي الفل قوي. وترجع تاني الحته دي بقى، والسيجمنت هنا تعمل فيه ايه؟ تروح رايح على قائمه داتا، وتيجي تروح عامل داتا فاليديشن، داتا فاليديشن ليست، قائمه هنعمل داتا فاليديشن، تقول له ليست، هات لي ليست، ويقول لك السورس بتاعك فين؟ هروح رايح على قاعده البيانات بتاعتي، واقول له والله ايه؟ دي الليست بتاعتي هنا اهي، شوفها لي يا معلم، وايه؟ واقول له اوكي، وبقى عندك هنا ليست. الليست دي تقدر تعمل ايه؟ تقدر تغير بيها زي ما انت عايز، تغير بيها البيانات. طيب اللي هنعمله بقى كالاتي، ان احنا هناخد المعادله بتاعتنا اللي احنا كتبناها بتاعت فلتر دي، ونروح بدل الانكلود بتاعتنا دي، بدل ما نقول له ان هي بتساوي government، هنمسح الكلام ده بقى كده، تقول والله بص لا انت ايه الانكلود بتاعتنا، لما تروح تشوف تبص على عمود السيجمنت الناحيه الثانيه، هتاخد الحاجه اللي بتساوي، هتدور لي على الحاجه اللي موجوده هنا اللي هي في الخليه اللي هي اي واحد دي، وساعتها تروح دايس ايه الانتر الجميله. لاحظ ان هو اداني لا يوجد، ليه؟ عشان هنا في صفر اصلا، مفيش حاجه فاضي، احنا قلنا في اف امتي في حاله الفراغ يديك لا يوجد، فهو راح مديك لا يوجد اهو. لكن لما تيجي كده وتروح مختار له سمول بزنس، هتلاقيه اوبا راح بص جاب لك كل بيانات السمول بزنس. تيجي تختار له طب حضرتك احنا عايزين ميد ماركت، هيروح جايب لك كل بيانات الميد ماركت. وبالتالي تقدر بقى انك تروح جاي على الكلام ده مثلا، وتعمل اي حسابات مختلفه بقى. انت مثلا عايز تعمل هنا، تيجي كده وتروح قايل له ايه، على سبيل المثال مثلا بونص مثلا، تحسب بونص مثلا، وتقول له والله البونص ده بيساوي ايه، بيساوي السيلز المبيعات بتاعتنا، وتدوس كنترول شيفت لتحت، او البونص بقى هيبقى ايه، قول له هيبقى معادله سم، نحط معادله سم، وهنقول له البونص بتاعنا بيساوي اجمالي السيلز اجمالي المبيعات، وتطلع فوق وتقفل المعادله دي مضروب في 0.03 اللي هو مثلا 3%، مثلا لو انت عندك ناس وعايز تحسب لهم اي حاجه، اي قصه بقى، عايز تحسب اي عمليه تحليليه في الكلام ده، هتقدر تعملها من هنا، وتروح دايس اوكي، فراح حاسب لك مثلا حاجه زي البونص اهو، وتيجي مثلا تروح مظبط الفورماتنج بتاعه كده، التنسيق بتاعه تظبطه كده حلو يعني، تخليه تشيل مثلا الحاجات دي، وساعتها بص بقى اي حاجه تحطها فوق هنا، لاحظ اول ما تغير هتلاقي بص المعادله بتتغير معاك اهو، بص كل حاجه بتتغير معاك اهو، الدنيا بتتغير بمنتهى السهوله. وعيش حياتك يا معلم بقى بمعادله فلتر، واعمل فلاتر زي ما انت عايز من غير اي قلق، وعيش حياتك خالص. بس احب اقول لك ان انت لو مش على اكسل 365، لما تيجي تدوس على المعادله دي، هتدوس ساعتها كنترول شيفت انتر، يعني ما تدوسش انتر بس، يعني انت لو في اكسل 2020 او 2019 هتدوس كنترول شيفت مع انتر عشان المعادله تشتغل، لان دي معادله اري. طالما المعادله مكتوب فيها ان هي بتاخد اري وانت مش على اكسل 365، فدوس كنترول شيفت انتر. نفس الكلام لما هتيجي تستخدم معادله زي معادله يونيك اللي احنا استخدمناها، هتدوس برضو لما تيجي تشغلها تدوس كنترول شيفت انتر عشان تشتغل معاك يا سيدي. وبس كده، اتمنى الحلقه النهارده ان شاء الله تكون عجبتك، وقدرت ان انت تستفيد منها بشكل كويس. مش طبعا تعمل بقى لايك وسبسكرايب عشان تشوف الحلقات اللي فاتت، وتنتظرني في الحلقات اللي جايه مع اتعلم مع العسال. اشوفك على خير.